السلام عليكم. انفجار غامض طال العمق الإيراني في الأيام القليلة الماضية، والأوساط الإسرائيلية تحدثت عما جرى بشكل مكثف في 24 ساعة الماضية، مثل على سبيل المثال التايمز أوف إسرائيل، ذا جويش بريس، وكذلك القناة الثانية عشر العبرية التي نشرت لقطات لطبيعة ما جرى. وهذا هو بالضبط الذي جرى الأربعاء الماضي كما تتحدث هذه المصادر في 10 يوليو. كما تلاحظون أنظمة دفاع جوي فجأة بدأت تتصدى لما تعتقد هذه المصادر بأنها طائرات مسيرة، وبعد ذلك كما نلاحظ يظهر أشبه بالجسد، قد يكون طائرة مسيرة أو صاروخنا وهو يسقط في هذه المنطقة. وسترى أن هنالك انفجارا كبيرا نوعا ما مع صوت للانفجار، وهذا أمر لم تتحدث عنه إيران، لم تضع إيران أي تعليق حول ما جرى لا على المستوى الرسمي ولا حتى على المستوى الغير رسمي، وهو ما أثار الريبة حول ما إذا كان هنالك هجوما هنا تنفذه إسرائيل، حيث أن أصابع الاتهام مرة أخرى تتجه لإسرائيل بأنها هي من الممكن أن تكون خلف ما جرى. وبالتالي نلاحظ من اللقطات المصورة من الشخص الذي كان يصور هذا الموقع مع ملاحظته لأنظمة الدفاع الجوي وهي تعمل، ستلاحظ بأننا أولا أمام طريق ذهابا وإيابا، طريق سريع واضح بالقرب من هذا الموقع. تحدثت هذه المصادر بأن هذا الموقع هو في مدينة كاشان وسط إيران، وكذلك نلاحظ أن المنطقة العازلة بين الطريقين التي نتحدث عنها تأتي هنا بهذا العازل الإسمنتي، وهنا لا شيء، تقريبا عازل بسيط للغاية. وكذلك عندما تلاحظ العازل هنا تعرف بأن هذا الطريق يحتاج إلى صيانة نوعا ما، وبالتالي هو يبدو بهذه الطريقة بمسافة يستمر هذا العازل الذي نراه، وبعدها مرة أخرى يبدو بأنه بحاجة ل الصيانة، ولكنه يكشف لنا أن الموقع نوعا ما مميز من النقطة التي تم التصوير منها. وكذلك تلاحظ هنا استمرار الموقع والعازل بأنه ليس حاضرا الآن على المستوى الإسمنتي الذي يفصل بين الطريقين. كذلك نلاحظ هنا بأن هنالك مجموعة من الأشجار لوحدها في هذا الموقع في مساحة مفتوحة، وتأتي خلفها بهذا الاتجاه المدينة أو القرية أو القاعدة ممكن التي تطلق منها هذه الأنظمة أو أنظمة الدفاع الجوي عملية الإطلاقات باتجاه ما يعتقد بأنها طائرات مسيرة. وكذلك أيضا من جهة أخرى تظهر هنا، ويظهر هنا مستودع على ما يبدو كما نلاحظ من طبيعة الإضاءة لهذا المستودع محدود نوعا ما، يبدو أقرب تماما إلينا من هذه المنطقة التي كانت على ما يعتقد بأنها هدفا، وهي تأتي بهذا الاتجاه تقريبا إلى غربها أو شمال غرب هذه النقطة التي نراها من الطريق. وبالتالي بالاعتماد على كل هذه العلامات مع النظر إلى طبيعة الانفجار بأنه كان أيضا بهذا الاتجاه من الموقع بأكمله المضاء، أي شمال غرب نوعا ما حتى من أنظمة الدفاع الجوية. بالتالي إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي بالاعتماد على كل هذه المعلومات التي تبدو غير واضحة نتجه مباشرة إلى مدينة كاشان الإيرانية. هذه هي كاشان، ما يتطابق مع ما رأيناه، ويأتي إلى الجنوب من كاشان على مسافة 10 كيلومترات. هذه المنطقة لنأخذ 180 درجة من هذا أو هذا الموقع الذي نراه، هذه هي المباني التي نراها. بالبحث عن الأشجار سترى بأن هذه الأشجار التي تأتي وسط المنطقة واضحة هنا، وإلى يمينها يأتي نوعا ما المستودع المحدود القريب على الطريق، وإلى شمال غربه هذه النقطة. وأيضا بالانسحاب إلى الطريق الذي حددناه ستلاحظ بأن هذا هو العازل الإسمنتي، وهنا لا عازل واضح إسمنتي ولا أيضا هنا، وهذا يوضح أن هذا هو الطريق وأن هذه هي النقاط التي فعلا تتطابق مع المقطع المصور وتؤكد لنا بأن هنالك شيء ما كان يحدث، ولذلك كان التصوير واضحا من قبل هذا الشخص الذي نتحدث عنه أو الذي قام طبعا بالتصوير لهذه الحادثة. وبالتالي الطريق متطابق، نفس العلامات هنا لهذه الأشجار إلى شمال شرقها تقريبا، وهذا هو المستودع مرة أخرى لنؤكد أن هذه هي النقطة التي كانت هدفا من طبيعة هذا التصوير الذي كان حاضرا من هذه السيارة هنا. صورت كل شيء طبعا من طبيعة ما جرى، وظهرت كل هذه النقاط التي أشرنا لها. بالتالي الموقع المقصود هنا، هذا هو الموقع الذي كانت تنطلق منه أنظمة الدفاع الجوي كما هو واضح. بالتدقيق بهذا الموقع أو هذه النقطة التي تمكننا الآن من تحديدها، فإننا في حقيقة الأمر أمام قاعدة
قاعدة جوية إيرانية، قاعدة آية الله كاشاني التي ترونها هنا وهي تابعة للحرس الثوري الإيراني، وإلى شمال غربها هنالك عدد من المنظومات الدفاعية أينما كان الانفجار الذي لاحظناه قبل قليل. وستلاحظ هنا مثلا هنالك عدد من المنظومات الدفاع الجوية، سنقترب هنا بالمنظومة الدفاع كما تلاحظون هنا، هذه واحدة منها على مسافة منها إلى شمالها ترى منظومة دفاعية أخرى هنا، وأيضا على مسافة منها سترى منظومة دفاعية أخرى. بالتالي هذه نقطة عسكرية، قاعدة عسكرية تنطلق منها هذه الإطلاقات مع ساحة واضحة للتدريبات، ممكن للجيش أو للحرس الثوري الإيراني أو لعمليات الاستعراض. بالتالي منطقة عسكرية، ليس هذا فحسب، بل إن هذه المنطقة تأتي في موقع حساس للغاية وخطير للغاية. على سبيل المثال بالقرب منها إلى تقريبا شرقها تأتي قاعدة كاشان للطائرات المسيرة الإيرانية التي سبق نشرت عنها العديد من التقارير البريطانية والأمريكية، وكذلك على مسافة قريبة منها تأتي ويأتي مفاعل نطنز النووي، المفاعل الإيراني المهم للغاية. بالتالي النقطة التي كانت فيها هذه الإطلاقات هي ليست بالنقطة العادية أبدا. إذا ما توقفنا هنا، هذه هي بالضبط المنطقة التي نتحدث عنها، منطقة عسكرية بحتة خاصة بالحرس الثوري الإيراني، وهذه هي قاعدة كاشان للطائرات المسيرة وهي قاعدة عسكرية أخرى، وهذا هو مفاعل نطنز النووي الذي يجري فيه تخصيب اليورانيوم على مستوى عالي للغاية. بالتالي المسافات تأتي بهذا الشكل، إلى شرق هذا الموقع تحديدا 10.2 كيلومتر فقط كي تصل إلى هذه المنطقة، وكذلك هي تبعد عن مفاعل نطنز النووي ما يقارب 28 كيلومترا. بالتالي هذه منطقة ليست بالعادية، يتوفر الحماية، هذه القاعدة والمنظومات الدفاعية الجوية توفر الحماية لكاشان على سبيل المثال وهذه المدينة المهمة من الجنوب، توفر الحماية كذلك لقاعدة كاشان للطائرات المسيرة، وكذلك توفر الحماية لشمال غربي مفاعل نطنز، تدخل من ضمن الدفاعات المهمة لهذا المفاعل المحمي بشكل كبير من قبل الجانب الإيراني. وهنا المشكلة، من الممكن أن يتم ذكر بأنها مناورات من قبل بعض المحللين على سبيل المثال بأنها مناورات من قبل الجانب الإيراني، لكن إيران عادة عندما تقوم بأي مناورات عسكرية هي تعلن قبل المناورات أو أثناء المناورات العسكرية أو حتى بعد المناورات العسكرية، ولكن هذا الأمر لم يكن حاضرا نهائيا. وبالنظر لطبيعة الانفجار أيضا الذي جاء بهذا الموقع يوضح لنا بأن الأمر مريب، لأنها قضية الانفجار بهذه الطريقة لا يأتي من ضمن المناورات عادة، ويبدو وتبدو المسألة خطيرة للغاية مما جرى هنا. وكذلك أن هذه المنطقة معروف عنها بأن هنالك الكثير من النشاط للموساد الإسرائيلي، إن كان على مفاعل نطنز، إن كان على قاعدة كاشان، أو إن كان على كاشان بنفسها. بالتالي ليس غريبا أن تقوم إسرائيل بأي شيء أو ممكن أن تكون هي خلف هذه القضية. وبالتالي الأوساط الإسرائيلية هنا ركزت على هذه المنطقة وأشارت لمفاعل نطنز وأشارت لقاعدة كاشان التي نتحدث عنها، وهذا هو الذي يفتح الباب بأن إسرائيل من الممكن أن تكون قد أطلقت طائرات مسيرة من الداخل الإيراني لتقوم بجس نبض المنظومات الدفاعية الموجودة في هذه المنطقة، يحاولون معرفة ردة فعلها، سرعة ردة الفعل، أو حتى يحاولون استهدافها لتحقيق نوع من التهديد لمفاعل نطنز النووي وإرسال رسالة كبيرة لإيران بأننا الآن نفحص كل المنظومات الدفاعية الموجودة حول هذا المفاعل وممكن أن نفعل أي شيء تجاه هذا المفاعل. ومسألة استهداف المنظومات الدفاعية أو جس النبض للمنظومات الدفاعية هي مسألة أصبحت واضحة من قبل الجانب الإسرائيلي، خاصة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل. إيران عندما قامت بمهاجمة إسرائيل في شهر أبريل من هذا العام، إسرائيل ردت مباشرة باستهداف المنظومة الرادارية التي تأتي في أصفهان، منظومة رادارية لمنظومات S-300، هي ضربت بطارية من بطاريات S-300 وضربت الرادار وعطلت منظومات S-300 الأخرى التي كانت موجودة في هذه المنطقة. وطبعا إيران سارعت بسرعة لاستبدال الرادار بالرادار الاحتياطي، وهذه المنطقة اتضح بأنها تأتي إلى الجنوب من مفاعل نطنز النووي على مسافة ما يقارب 100 كيلومتر، أي أنها توفر الحماية لمفاعل نطنز النووي من الجنوب. ونظر وبدأ ينظر إلى هذه المسألة عندما كان الاستهداف من فوق الأجواء العراقية كما تحدثت المصادر آنذاك في شهر أبريل، عندما قاموا بهذا الاستهداف وكأنهم
يقولون بأننا عطلنا المنظومات هنا وممكن لطائراتنا أن تأتي بهذه الطريقة وتضرب المفاعل وتدمره بالتمام والكمال. وبالتالي الآن نرى أمورا صعبة تجري للمنظومات الدفاعية إلى شمال غرب مفاعل نطنز على مسافة 28 كيلو مترا. تبدو وكأن إسرائيل تعطي رسائل ليست بالعادية لإيران بأننا نحاول أن نستهدف مفاعل نطنز، خاصة على المستوى السياسي، فإن الكثير من المسؤولين الإسرائيليين منهم وزير الدفاع الإسرائيلي عندما زار مؤخرا الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب موقع أكسيوس هو فاتح الولايات المتحدة حول أن إيران تستغل ما يجري في الانتخابات الأمريكية من ظروف في الداخل وتركيز من قبل الجمهور الأمريكي، وبالتالي هذا الأمر من الممكن أن تستغله إيران بشكل كبير للتقدم النووي بسرعة، في ظل أنها بدأت بإضافة العديد من أجهزة الطرد المركزية بعد نوع من التوبيخ الذي تعرضت له من قبل مجلس المحافظين الموجود في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بدأت بإضافة أجهزة طرد مركزية. إسرائيل قالت من الممكن إيران أن تستغل كل هذه الظروف والتركيز على الانتخابات وتصل إلى القنبلة النووية، وبالتالي إسرائيل قلقة وتريد فتح أنظار الولايات المتحدة على ما ممكن أن يأتي هنا، خاصة وأن الرئيس الأمريكي السابق الآن دونالد ترامب تعرض إلى محاولة اغتيال كما شاهد الجميع، وهذه محاولة اغتيال أيضا زادت التركيز على الداخل الأمريكي عما يجري، وهو يفتح فرصة للجانب الإيراني أن يتقدم نوويا وأن يصل للقنبلة النووية. وبالتالي هذه المسألة لا زالت غامضة، لا إجابات إيرانية وإشارات إسرائيلية كبيرة، وهي تبدو مثل الكثير من العمليات التي نفذتها إسرائيل في السابق على مصانع للطائرات المسيرة أو حتى المفاعلات النووية مثل مفاعل نطنز. وهذه المسألة تبدو خطيرة للغاية، خاصة وأننا ذكرنا بأنها تمت الأربعاء الماضي أي في العاشر من يوليو، وهذا يعني بأنها تأتي بعد 3 أيام فقط من حادث غامض آخر طال هذه الفرقاطة الإيرانية، فرقاطة سهند الإيرانية من أحدث الفرقاطات التي يمتلكها الجيش الإيراني. فجأة انقلبت هذه الفرقاطة بهذه الطريقة، وبعد ذلك إيران قالت بأنها تمكنت من إنقاذ هذه الفرقاطة في اللحظات الأخيرة، ولكن اتضح بعد ذلك بأن الفرقاطة قد غرقت بالكامل، وهذا هو كان الإعلان الصعب من قبل الجانب الإيراني دون أي تفسيرات. هم قالوا بأنه عطل لكنهم يحققون بهذه القضية، مع ذلك الأوساط الإسرائيلية كانت واضحة بهذه القضية ونشرت التلغراف على سبيل المثال للتحليل لأحد المحللين الإسرائيليين الذي ذكر بأن قد يكون هذا الحادث نتيجة لهجوم إلكتروني إسرائيلي، مستشهدين بعمليات إلكترونية وهجمات سبرانية على العديد من الموانئ الإيرانية التي حدثت سابقا في حقيقة الأمر. وبالتالي هذه ليست مسألة غريبة على الجانب الإسرائيلي، وكذلك أيضا أن هذه الأحداث التي نتحدث عنها هي تأتي بعد 2 شهر فقط من السقوط الغامض لمروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي دخلت في أيضا تحقيقات كثيرة للغاية، ولكن النتيجة النهائية ليست واضحة لما جرى، ولا زال الكثير من الغموض والإجابات الغامضة تدور حول هذه القضية، وبالتالي القضية تبقى بلا إجابات. وكل هذه الظروف التي نتحدث عنها، سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، هي تأتي أيضا بعد 2 شهر فقط، 1.5 شهر تقريبا من الهجوم الإيراني الكبير الذي جاء على إسرائيل، وظهرت الصواريخ فوق الكنيسة الإسرائيلية وضربت قاعدة نيفاتن في حينها. وبالتالي أن تأتي هذه الأحداث متتالية هي تشير بأن إسرائيل قد تكون خلف هذه العملية فعلا، لكن لا إعلان رسمي نهائيا. لكن ما هو رسمي من قبل الجانب الإسرائيلي بأنه بدأ يطوي الصفحات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط بشكل خطير. أصبح الأمر واضحا أيضا مما شهدناه ليلة يوم أمس، في الساعات الأخيرة من ليلة يوم أمس، من ضربات قد طالت العاصمة السورية دمشق، وكذلك عدد من النقاط الموجودة في سوريا من ضمنها كفر سوسة كما تلاحظون من خلال هذه الضربات التي طالت، كما تحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، البنى التحتية للجيش العربية السوري. ضربوا الجيش العربية السوري بشكل مباشر، وهذا أمر غير معتاد من قبل الجانب الإسرائيلي أن يقوم بضربة وأن يعلن عنها بهذه الطريقة. هذه الضربات من قبل الجانب الإسرائيلي هي تأتي بعد ضربات إسرائيلية شهدناها الأسبوع الماضي أيضا على مواقع الجيش العربي السوري
في القنيطرة، وكذلك هم قاموا باستهدافات أيضا على عرب الملك جنوب اللاذقية. الطائرات الإسرائيلية أو طائرة إسرائيلية ظهرت فوق البحر المتوسط، ضربت مبنيين. إحدى المباني هي تابعة أيضا لوحدة الدفاع الجوي الخاصة بالجيش العربي السوري، وبالتالي هنا أنت ترى الجيش العربي السوري هو الذي يستهدف. وهذا يعود إلى سبب مهم، أن إسرائيل الآن بدأت تلوم الجيش العربي السوري على ما يأتي من هجمات من سوريا تحديدا، بأنهم يقولون لهم بأن عليكم منع الفصائل المسلحة أو حزب الله اللبناني الموجود في سوريا من القيام بهذه الهجمات. ألا تفعلوا شيئا هنا يجب أن تتحملوا المسؤولية. بالتالي يبدو أن هنالك نوع من التغير بالنسبة لإسرائيل على مستوى العمق الإيراني أو حتى على مستوى الضربات في المنطقة، وهذا قد يعني شيئا أيضا بالنسبة للعراق، خاصة أن هنالك الكثير من التقارير التي أكدت أن هنالك نقلا للأفراد وللأسلحة من قبل الجانب أو تأتي من العراق إلى سوريا إلى لبنان وغيرها من هذه التفاصيل. بالتالي الأمور قد تكون مختلفة، وأن إسرائيل بدأت تحمل مسؤولية الدول والحكومات ما تقوم به الفصائل المسلحة.